يا رب نسألك وأنت الكريم وأنت الودود أن تكتب أسماءنا في ديوان الرجال الذين صدقوا ما عاهدوك، وأن تجعل فينا المدد والعون على أن نكون راحة وأن نكون سندا، وأن نكون يا ربنا بابا من أبواب الرفق وزوال التعب والمشقة عن الناس. اللهم لا تجعلنا من الخاذلين ولا من المخذولين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.